حاصلة له أمة ما يحبك ولا يرضى بك. ولذا نحن جايين تبليغ خلع، خلعوك في المجلس، أنت خلص وقتك. هو سلم نفسه، سلم نفسه. كان عندنا قبل أنت ولادتك بلفوشة واحد رجل اللي كان حاضر بأمر الخلع بإسامون، وأخذوا ركبوا سلطان أبو الحميد بقطار للسلاميك. هذا ذل، ها ذلا له فليكن، وإلا ما كان ما سرقوا لأناضول. أناضول هو أخذوا هنيك اللي مركز الشياطين، وكان هناك هذول الشياطين اللي خلعوا السلطان وسرقوا هناك، جعلوا الناس أن ينادي حميد أمباشي. أمباشي عرفته؟ أمباشي كرندنا نركض حميد أمباشي، حقروا. بعدين هذا الشاهد اللي موجود هنا كان بكبرس، طلع سلطان من جيبه منديل تبعه، منديل تبعه ومزقه ورمى عليهم. الله يجعلكم هكذا böyle parçalanasınız manas. كونوا مثل هذا، بيقول تكونوا بمثل هذا. شعر حصل ما حصل. هلا أوروبا يريد أن يأتي بالسلطان لأنه غيرهم مش قادرين توقيف هذول طوائف الشياطين اللي اختلفوا وجابوا الفتنة لأهل الإسلام. وهابي سلفي إخوان المسلمين، إخوان الشياطين كل ياتون. هل يريدوا إرادة الله سبحانه وتعالى؟ سبحان سيارة، سلطان سيارة. أعطاهم فرصة، ننظر ماذا تفعلون. أعطاهم فرصة للعرب للأتراك، هل رفضوا أن يكون أمة المحمدية، جابوا قومية. احنا الأتراك، احنا العرب، احنا الأجان، احنا مصر، هكذا. كل هذول صار قومية اللي زعله رسول من ادعى القومية. مش مذكور من الأحاديث قومية، قومية هذا لعنة الله
على من يدعي على القومية ويترك أن يكون أمة الحبيب. قالوا أهنا العرب، أهنا الأتراك، أهنا الأكراد. تركوه، ترك رب السماء الله جل وعلا تركوهم هل يأكلوا بعضهم بعض. والآن آكلين بعضهم بعض، يقتلون بعضهم بعض، يهرقون بعضهم بعض. كل شر من وراء هذا القومية الديمقراطية، وراء القومية أظهروا وإيجاب بلاء عليهم، نعوذ بالله، حفظنا الله. هذا ولم الدنيا يزوخوا، لكن في ناس هلك براء منهم اللي يرفضوا فكرة القومية ويريدوا أن يرجعوا الناس إلى أمة، أن يكون أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذاقوا وبال أمرهم. هذا ما ذنبنا إذ أذنبوا، ما ذنبنا يا ربي. أنزل عليهم غضبك، هل اخترعوا هذه قومية وديمقراطية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب توبة يا رب. ولذا نحن ننتظر ليلة البراءة اللي فيها يفرق كل أمر حكيم من عندنا، إنا كنا منذرين. وذيك الليلة في شيء وراه بدي يصير أشياء، هلي هدول جماعة هلي خالفوا أمر الرسول صلوات الله السلام عليه. هذول جماعة اللي خالفوا اللي يزوقوا وبال أمرهم إذ أذنبوا. شو ذنبنا شباب؟ بيقولوا شو ذنبنا إذ الكبار هم الكبار إذ أذنبوا، نحن الصغار شو ذنبنا؟ هذا لازم ينادي شباب الأمة أن يقولوا يا ربنا كبار. ها؟ هم الكبار إذ أذنبوا، نحن الصغار شو ذنبنا؟ هم الكبار إذ أذنبوا، إذ أذنبوا نحن الصغار شو ذنبنا؟ هذا المناجاة بدي يقلب الأرض من تحته لفوق. حتى لو يكون بين بلايين الأمة واحد يستجاب له، بدي يقلب هذول الشياطين تحت، بدي يظهر الحق إن شاء الله. الحق يعلو ولا يولى عليه،
انتبهوا يا أمة الحبيب، الحق يعلو ولا يعلى عليه، أجدادكم كباركم قلبوا الحكم بالباطل، نحن ما نريد ما نرضى الحق، هم دفنوا حق أظهروا الباطل، ونحن نريد أن ندفن باطل وأن يظهر حق، يعلو الحق، الحق يعلو ولا يعلى عليه. أيها الأمة الحبيب، بدكم تعرفوا هذول الجماعة على الباطل، باطل بدي يدفن وحق بدي يعلو، الحق يعلو ولا يعلى عليه. الله أكبر، الله أكبر، توبة يا ربي توبة. فاتحة.